أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من الفضائل عدم المباهات بالأمور المادية وبتعبير اخر القوام بمعنى ان يكون الانسان لا يهتم بالكثره في الامور الماديه وانما يكون الملاك عنده كسب رضا الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. في التفاسير ان جماعة من الناس تباهوا بكثرتهم وبكثرة عشيرتهم ولذلك ذهبوا إلى القبور ليحسبوا أمواتهم أيضاً ليعدوهم لكي يكون عددهم أكثر وفي تفاسير أخرى بيان ذلك حتى زرتم المقابر بمعنى أنه الإنسان يهتم بهذا الأمر إلى حين موته ووضعه في القبر لان الانسان زائر في القبر وبعد حين سيخرج من القبر الى الحساب ثم الى الجنه او النار الانسان ينبغي ان يكون تابعا للحق وليست الكثره دليل على الحق بل بالعكس في الاعتقادات غالبا الكثره يكونون على ضلال ولذلك الله سبحانه وتعالى ذم الكثرة لأنهم على ضلال، ونحن نشاهد أن الأنبياء وأتباعهم دائمًا كانوا الأقلية، وأكثر الناس كانوا كفار، وحتى الذين كانوا يؤمنون بألسنتهم كثير منهم كانوا منافقين، وحتى غير المنافقين كثير منهم قد يزلون ويرتكبون المعاصي فالناس المؤمنون المخلصون العاملون بالطاعات التاركون للمحرمات إنما هم أقل القليل فلا تكون الكثرة دليلا على الحقانية في المسائل الاعتقادية نعم في المسائل الإدارية لتنظيم شؤون الحياة قد تجعل الكثره هي الملاك ولكنها ليست ملاك للحق وانما ملاك لتنظيم الامور الاجتماعيه او السياسيه، هناك مجموعه من الناس يريدون ان ينظموا امرهم في بيت، في مدرسه، في دوله، في شعب، والاراء مختلفه وهذه اراء ليست حق او باطل وانما طريقه في التعامل. هذه الطريقة في التعامل الاجتماعي أو السياسي قد يجعل له بعض الموازين أو بعض الملاكات ومنها ملاك الكثرة، هذا ليس معناه أن الأقلية هم على باطل، وإنما هذا المنهج ما كان يرتضيه أكثر الناس، لكن في المسائل الاعتقادية ليس الملاك هو الكثرة أو القلة إنما هو الملاك ما أمر به الله سبحانه وتعالى وجاء به الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام فلذلك ينبغي على الإنسان أن لا يباهي الآخرين بالكثرة في الأمور المادية كثرة الأولاد كثرة المال كثرة العشيرة هذه ليست مهمة المهم أن يكون هؤلاء على جادة الصواب إذا كانوا على جادة الصواب كانوا اكثريه او اقليه لا يهم ذلك ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه واله يامر عمارا عليه الصلاه والسلام عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه يامره بان يتبع عليا عليه السلام امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام يقول اذا رايت الناس سلكوا واديا وسلك علي واديا اخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي عليه السلام، لماذا؟ لأن علياً مع الحق والحق مع علي، الرسول صلى الله عليه واله يقول علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، فلذلك إذا أمير المؤمنين سلك في وادي ذلك الوادي هو الذي يوصل إلى النتيجة المرجوة، وإذا كل الناس سلكوا في واد آخر فإن ذلك الوادي لا يوصلهم إلى النتيجة المرجوة بل يكون فيه الضلال والهلاك لماذا؟ لأن الكثرة في المسائل الاعتقادية غير مهمة في عالم اليوم المسلمون يشكلون خمس نفوس العالم بل أقل من الخمس يعني أقل من عشرين بالمئة هل هذا دليل على أن المسلمين ليسوا على حق لأن أكثر الناس كفار؟ كلا بل إذا كانت الأكثرية تابعة لعقيدة فهذا يكون من المؤشرات على أن تلك العقيدة هي العقيدة الباطلة يعني أكثرية الناس أجمعين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فلذلك علينا أن نكتشف الحق ونتبع ذلك الحق، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا عادة مطاردين من أقوامهم. أقوامهم كانوا يعارضونهم، ولكن صمدوا على الحق، لم نجد من نبي أن يباهي بالكثرة إلا إذا كانوا مؤمنين، إذا كانوا مؤمنين فالأنبياء كانوا يباهون بالمؤمنين لأنهم على حق ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط المؤمن يجب أن يباهى به أما إذا كانت أكثرية غير مؤمنة هذه ليست مجال للمباهات بل بالعكس يعني بل هي قد توجب حياء الإنسان وخجله من الآخرين فبناء على ذلك ينبغي علينا أن نراعي في حياتنا القوام بمعنى عدم المباهاة على الآخرين وأن نتبع الأسلوب الصحيح وخاصة أن في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى لعلة ولحكمة لم يمنح بعض الناس بعض النعم فالمباهات في تلك النعم أمام هؤلاء فيه جرح لمشاعرهم، فيه احزانهم وفيه ايجاد مشاكل اجتماعيه، فلذلك الانسان يبتعد عن هذا الامور وانما اذا اراد ان يباهي يباهي بالدين وبمسائل الدين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.